تابعين حلقتنا وبيسعدني استقبل دكتور إلي العتر اختصاصي اذن انف وحنجره. اهلا وسهلا فيك دكتور. ميرسي. اهلا وسهلا فيك دكتور. موضوع الدوخه هو موضوعنا اليوم، موضوع كثير رائج بكل اسف يعني، واسبابه متعدده. شو ابرز اسباب الدوخه؟ عظيم. اول شيء بونجور لك وللمشاهدين. ساعات اللي نحن بنحكي عن الدوخة العالم بدها تعرف انه ما عم نحكي نحن عن مرض معين، نحن عم نحكي عن سيمتوم، يعني عن شعور، عن احساس هو وراه في مرض. دونك الشطارة هي واحد يجرب ياخد الشخص اللي دايخ ويعرف شو اللي مخبى وراه. أكترية العالم دايخين بيروحوا على الفرمشية بيعطون دواء الدوخة انه هن عم يعالجوا هيدا الاحساس. هي لا، شغلة كتير مهمة نعرف شو في وراها، لأنه أسباب الدوخة متشعبة وعديدة، من الأشياء السخيفة جدا والبسيطة جدا، يعني إذا واحد ما أكل منيح يمكن نزل السكر معه مثلا، أو كان تعبان أو سهران، لا حدا عم يعمل جلطة أو في عنده شيء بالدماغ بيكون سيريس ولازم يتعالج. يعني أسبابها بتروح من أشياء كتير بسيطة لأشياء أصعب. صح. طيب عادة في أعمار معينة بتصيبهم دوخة؟ نحن نحكي عن مثل ما قلت حضرتك عن مظهر معين له سبب آخر. يعني نرجع للأسباب، هالأسباب هل بتصيب أعمار معينة، فئة عمرية معينة أو لا عامة؟ كل عمر عنده أمراضه وعنده دوخاته. هلأ طبيعي كل ما نحن نكبر بالعمر كل ما أسباب الدوخة بتزيد، وفينا إذا بدك نقسم مشاكل الدوخة أو الأمراض للأقسام العمرية. هذه كمان شغلة منا عاطلة. عند أولاد الصغار قليل كتير، نحن منشوف أول شيء عند المراهقين شوية دوخات، بتعرف على تغيير الهرمونات بأجسام المراهقين بصير في تغيير بضغط الدم، بصير في تغيير بالكتلة العضلية تبعهم، وإيموشن اللي كمان بتعرف هو شوي رولر كوستر المراهقة بتعمل شوية مشاكل دوخة. نحن هيدول بيجيبون أهلهم لعنا نتأكد أنه ما في عنا شيء وراها، ما هيك، وإجمالا بتكون شغلة بسيطة. تاني عمر هن آخر المراهقة، هيدول لازم ننتبه لهم كتير، الشباب والبنات اللي بيعملوا رياضة، ما هيك، لأنه وقت بتعمل رياضة أنت عم تعرض حالك يعني عم تحط القلب على ستريس، وبهيدا العمر في مشاكل كهرباء بالقلب. لازم كل ولد بده يعمل رياضة يعني عم يعملها على مستوى شوي عالي يعمل تخطيط قلب تنكون أكيدين أنه ما عنده قطشة بكهربة القلب، لأنه هيدي بتعمل نوع دوخة وسببها بيكون خطير. لكن تخطيط قلب بسيط هيدي بيحللنا المشكلة وبيشيلها على جنب. من هنيك وبالرايح منفوت بأكتر نوع دوخة منشوفه، هي اللي بتتسمى أكيد سامع فيها الأذن الوسطى. الأذن الوسطى أو الكريستو الديني، يعني بيفلتوا البحص بالديني. أول شغلة بدنا نعرفها أنه كلمة الأذن الوسطى منا مزبوطة، لأنه الأذن الوسطى أصلاً فيها عظام السمع وما فيها شيء له علاقة بالتوازن، هي الأذن الداخلية. بالأذن الداخلية في عنا 5 أعضاء توازن، واحد من هيدول الأعضاء في عليه بحث صغير بيكون معلق عليه بيعطي الإنسان فكرة نحن وين بالجو. هيدول لسبب من الأسباب ضربة على الرأس أو حيالله شيء تاني بيفلتوا من محلهم، بيفوتوا بصيروا يمشوا ويضايقوا الأعضاء التوازن البقية، ومنحس بدوخة ساعة اللي نحن منحرك رأسنا. لكن هيدي بيجينا دايما اشخاص بيكون عندهم دوخه ساعه اللي بيكونوا مثلا عم يناموا بالتخت او عم يبرموا بالتخت او عم يطبوا يلبسوا باجرهم او شيء من هالنوع، وبحسوا الدنيا برمت فيهم على شيء 20 ل 40 ثانيه. هيدي مسميات دوخه الاذن الوسطى، هيدي اكثر نوع دوخه بنشوفها عنا بالعياده، وهيدي دوخه كثير مزعجه وحلتها كثير بسيطه، ما بدها دواء، بدها مانيبيوليشن تنعمل بالعياده والمريض بيظهر صحيح دغري. طيب دكتور قد ايه ممكن تدوم الدوخة؟ وهل هي إشارة سيئة إذا كانت أطول مدتها؟ يعني طول الدوخة طول مدتها هي إشارة عادة سيئة؟ هي. هون بننتقل لأنواع دوخة تاني. هيدا الشيء فيكون مزبوط وفيكون مش مزبوط. شو يعني؟ يعني حسب سبب الدوخة. مثلا إذا واحد بيعمل كيف الرشح، الفيروس اللي بيضرب المنخار وبيعمل رشح، في ذات الشيء فيصير بعضو التوازن، وواحد يعمل كريز الدوخه بتضلها ايام اسابيع، منا خطيره ابدا بس مزعجه جدا، لانه الانسان بيفقد التوازن تبعه بتضاين كتير، منا خطيره. بوجه
في شخص أكبر شوي بالعمر عنده مشاكل شرايين يعمل جلطة. بتعرف يعني نحن اليوم مركز التوازن ببلش بالدينة بيطلع بعصب التوازن على مركز التوازن بالدماغ، إذا صار في نشاف بمركز التوازن بالدماغ رح نحس دوخة ما رح نقدر نفرقها عن دوخة الأذن، بقى فيها تكون جلطة. بقى أكيد شخص عمره فوق الأربعين بيدخن، عنده مشاكل شرايين يعني كوليسترول سكري وضغط، حس بدوخة قوية، مش هيدي الدوخة الثانية عم نحكي، لأن هيدي شغلة شائعة كتير، عم نحكي كريزة الدوخة، لازم ينفحص تنطمن بالنا أنه ما عنده جلطة بالدماغ حتى إذا كانت ميكرو جلطة. هيدي شغلة كتير مهمة. نعم، في ناس تقول لا أنا لما بوعى بوعى دايخ، هل لها علاقة بسبب بسيط؟ البعض بيقولوا لازم الواحد يعرف كيف يقوم من التخد، ولا لها علاقة بشيء تاني؟ عظيم، هون منفوت بالدوخة والتوازن. الدوخة هي شقفة من التوازن. نحنا تنوقف على إجرينا عايزين أول شيء الأعضاء اللي بيقولوا نحنا عم نتحرك، يعني الدينان طبيعي، العينين وشوي المفاصل بيقولوا بيعطوا معلومة للدماغ أنه نحنا تحركنا. الدماغ بيعطي أمر للعضلات تا يخلونا جامدين بمطرحنا، بس هيدا هو السيستام الأساسي. هيدا السيستام الأساسي بيجي سيستمات بيساعدوه اللي هن ضغط الدم اللي طالع على الراس، قديش في عندك سكر بجسمك، كيف عم يشتغلوا الغدد، كل هيدول بيأمنوا التوازن. أقل غلطة بحي الله مطرح بالسيستام كله رح يصير في عنا مشاكل للتوازن. اللي عم تتطرق لإله وتوحد يقوم على بكرة بالتخت هو قشطة صغيرة بالضغط. هيدي منشوفها عند الأشخاص اللي شوي كبار بالعمر اللي عم ياخدوا أدوية الضغط، لأنه دواء الضغط هو بالنتيجة شغلته يقشط الضغط، مزبوط؟ دونك أنت عم تقوم عم تعمل هيدا الهبوط الصغير بالضغط، عم ينزل ضغط الدم اللي طالع على الدماغ، بتحس حالك انه اوه كأنه عم تروح وبعدين بترجع بتقلع. بقى شغلة كتير مهمة، شخص شوي كبير بالعمر، مش ضروري ايام نشوفها عند اشخاص بعمر متوسط، يعني اذا عم ياخدوا ادوية ضغط او عدة ادوية ضغط، اذا كانوا ما عم يشربوا مي كفاية، شرب المي شغلة مهمة. بتعرف واحد اذا مش شربين مي كفاية عبكرة بيوعى منشف شوي جسمه. بقى هيدي كمان شغلة مهمة، يعني مينيموم لتر ونص، أحسن لترين بالنهار، كرمال يضل، يعني نحن دمنا 97% منه مي. بقى كتير مهم الفوليوم تبع الدم يضل كامل، يضل منيح. ودايما الأشخاص نحن منقلون خصوص إذا واحد شوي كبير بالعمر يقعد على جنب التخت، يعد للعشرة وبعدين يرجع يوقف، كرمال ما يصير في عنده هيدا الهبوط بالضغط اللي هو بيؤدي لفقدان التوازن وواحد يوقع. يعني دكتور، ربطت الدوخة بالضغط وبالمفاصل، هل يعني فينا نقول حكما انه بس نتقدم بالعمر رح تكون الدوخة موضوع رائج بحياتنا؟ بتعرف إلي، انا كتير بقولهم للمرضى انه اليوم نحنا قديش بدنا نعيش نحنا ما بنعرف. واحد يمكن يعيش لسبعين تمانين تسعين مية، بس نحنا الطب اليوم قادر يعطينا الامكانات لانه نعيشهم منيح، لهيدي يعني نعيش هالسنين من حياتنا نعيشهم منيح. شو يعني؟ يعني واحد ياكل اكل صحي، ينام بطريقه مزبوطه، ويعمل اكزرسيس، يعمل سبور، يقوي كتلته العضليه. اليوم اذا واحد ويكون اذا عنده ادويه، عنده امراض يعالجها، يعني مش يترك سكري فلتين او يترك كوليسترول فلتين او ضغط فلتين، اذا انت عم تعملهم هيدول لا ما بتدوخ. يعني انا بعرف عالم بمهنة الطب، يعني الأساتذة اللي صار عمرهم 85 و90 و95 بيعملوا رياضة، يعني بيعملوا سكي، بيعملوا تنس، بيعملوا اشياء يعني مش معقول تكون تعملها على 85، بيعملوها على 85. دونك نحن وهيدي اذا بدك عم بحكي شخصيا، بس اذا بتحكي بالدراسات، الدراسات بينت انه اذا شخص بيعمل سبور، هلا من نص ساعة كنا عندي بالعيادة مدام عمرها 80 سنة، كنا عم نحكي انه عندها هيك شوية قلة توازن ومضعضعة. في دراسات بيقولوا انه اذا بتبلش تعمل رياضة على عمر 80، رياضة خفيفة، رياضة بسيطة، تحمل اتقال اوزان صغيرة كيلو، تتقوي كتلتك العضلية، بتحافظ على الاكليبر تبعك. شو الهدف من الموضوع؟ الهدف اثنين، اول شغلة الانديبندانس، يعني واحد يكون منه عايز حدا يخدمه، هيدي شغلة كتير مهمة. تاني شغلة واللي هي اهم، منخاف من الوقعة. الشخص الكبير
عنده قلة توازن شوي، إذا بالغلط فركش وقع يعني كسر ورك أو ضرب راسه وعمل نزيف بالراس، يعني هيدا خطر موت صار. دونك من شغلة بسيطة وسخيفة يعني فيك تعمل شوية اكزرسيسات، تروح تمشي، تعمل شوية رياضة على 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 مقدورك، عم تحسن نوعية حياتك وعم تتلافى أسباب سخيفة لواحد يموت. إذا بدنا نوجهك نصيحة نختم فيها هاللقاء حول الدوخة، إذا بدنا نعطي إذا بدك عمليا الإنسان شو لازم يتذكر لحتى إذا داخ شو يعمل أول ما تصيبه الدوخة وكيف فيه يتجنبها. عظيم. هلأ كم دول بدي بس ضيف شغلة صغيرة أكيد. كتير بسيطة، الفوبيك فيرتيجو الخوف من الدوخة، ورح فوتها بقلب النصايح النهائية. وقت واحد يكون عنده دوخة ما يهمله، ما يروح على الفرمشية ياخد دواء الدوخة بدون ما نكون عارفين شو هو السبب، لأنه اليوم أيام أكترية الأيام الدوخة بتكون شغلة بسيطة وعلاجها بيكون بسيط، فيها تكون مخبية وراها شغلة مش بسيطة، مثل كنا عم نحكي جلطة، في يمكن ورم بالراس أو شيء من هالنوع. ساعة الواحد بشخصه بكير بيحله بطريقة سريعة، ومثل ما عم نحكي عند الكبار ساعة اللي بيهتموا بحالهم بيهتموا بتوازنهم حياتهم بتكون أفضل ومنتلافى الوقعات، وهذه شغلة هي الأساس يعني بالحياة. أنا بدي أشكرك. في شيء بعد بدنا نقوله؟ أبدا. شكرا لك دكتور إيليل عطر، اختصاصي أذن أنف وحنجرة. أهلا وسهلا. ميرسي لك. نحن رح نتابع حلقتنا، خليكم معنا.